شاركت بها حتى أخواننا السنة في هذه السنة. احنا معالي الناصري البارحه بتنا بطويريج واليوم ان شاء الله الكربلاء خدمه خير من الله نعمه. طبعا زوار من البصره متوجهين الى زياره الاربعين زياره حسين سلام الله عليه، فكانت الخدمات على طول الطريق خدمات جيده ومميزه. واليوم ان شاء الله وصلنا الى محافظه كربلاء لقضاء طويريج، بدأت تزداد الزوار يوم بعد يوم، واليوم هو 13 صفر، وإحنا مستعدين بكافة الوسائل من ماء ومأكل ومشرب. وهاي تعرف أنت قضية الحسين قضية عالمية أصبحت، شاركت بها حتى أخواننا السنة في هذه السنة، وما يعني عندنا في الشيء عايقنا، كل شيء متوفر لنا. هلا بالزوار، هلا بالزوار أبو علي. في دورنا كخدام نقوم بتقديم ما نراه مناسبا لهؤلاء الزائرين من تقديم مأكل ومشرب ومسكن، ونحن دائمون على هذه الخدمة طيلة الأعوام التي سبقت والتي ستلحق إن شاء الله تعالى.